بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، في مساق القانون الدولي الإنساني، في اللقاءات السابقة تكلمنا عن الفئات المحمية والأعيان المحمية، فتكلمنا عن حماية القانون الدولي الإنساني للمدنيين، وحماية القانون الدولي الإنساني للأسرى والجرحى والقتلى، ومن ثم انطلقنا إلى حماية الأعيان المدنية اللي هي الأماكن الثقافية والبيئة وكل ما يتعلق بالأعيان المدنية، الجامعات والمستشفيات والتي ليس لها علاقة بالعمل العسكري. وبنقول إنه هاي الأعيان تظل محمية ولها نوع من الحماية الخاصة إلى أن يتم تحويل غرضها إلى غرض عسكري. فإذا تم تحويلها إلى غرض عسكري فإنها في هذه الحالة تفقد صفتها وتفقد الصفة المحمية كأعيان مدنية وتتحول إلى أعيان عسكرية ليس لها حماية إلا بالقدر المسموح لحماية الأعيان العسكرية. اليوم إن شاء الله هناخد آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ووسائل هذا نشر القانون الدولي الإنساني. عشان هذا القانون الدولي الإنساني أو أي قانون يكون له قيمة لابد أن يكون في صفة إلزام، وعشان يكون له قيمة لابد أن يكون له آليات لعملية اللي هو تنفيذ هذا القانون، وعشان يكون له قيمة لابد أن تكون هناك رقابة على تنفيذ قواعد هذا القانون. وبالتالي إن احنا هنتناول هذا الموضوع من ثلاث مباحث. المبحث الأول هناخد فيه طرق تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ومن ثم وسائل نشره، وأخيرا المسؤولية الجنائية المترتبة على عدم احترام قواعد القانون الدولي. عشان احنا بدنا ننفذ هذا القانون في عنا ثلاث طرق تم اعتمادها لعملية تنفيذ القانون الدولي الإنساني. الطريقة الأولى هي اللجنة، هي الدولة الحامية، والطريقة الثانية هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأخيرا لجنة تقصي الحقائق. وسوف نمر على هذه الأنظمة الثلاثة بشكل سريع، يعني للهدف على المعلومة فقط وليس بالتفاصيل الدقيقة في هذا الموضوع. بنقول المطلب الأول نظام الدولة الحامية. ما هو المقصود بنظام الدولة الحامية؟ بنقول يقصد بنظام الدولة الحامية هو السماح لدولة ما، لأي دولة من الدول في حالة نزاع معين، طبعا هي هذه الدولة ليست طرف في النزاع، باختيارها كدولة محايدة لكي تتولى رعاية ومصالح دولة إحدى الدول الموجودة تحت النزاع المسلح. بنقول هو النظام يقوم على فكرة السماح لدولة في حالة نزاع مسلح باختيارها باعتبارها دولة محايدة أو دولة حامية لكي تتولى رعاية مصالح الدولة مهزومة أو دولة ضعيفة أو دولة تعرضت إلى نزاع مسلح، وأيضا لرعاية مصالح تلك هذه الدولة. لكن هذه الدولة بتم اختيارها باتفاق ما بين الدول المتحاربة، وقد أكدت على هذا الموضوع اتفاقيات جنيف. وهذا النظام ظهر بشكل واضح بعد الحرب العالمية الأولى، حيث طبقت المادة 86 من اتفاقيات جنيف في معاملة أسرى الحرب. أسرى الحرب كانوا بيتم المفروض أن هم يكونوا عند الدولة المنتصرة، فتبقى لهذا النظام تاخدهم اللي هي الدولة الحامية وبتقوم برعايتهم والإشراف عليهم وتوفير لهم المأكل والمشرب والملبس في هذا النظام. إذا لم تتفق الدول الأطراف المتنازعة على تعيين دولة حامية أو دولة راعية لحقوق الأسرى أو لحماية الناس البدنيين لدى الدولة هذا، فيش عندنا إلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديل في هذا الموضوع، لأن هاي اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتوافر فيها دائما الحياد والفعالية، ودائما تؤدي دورها
فقط في الجانب الإنساني. على فكرة دائما حتى الدولة الحامية دورها في الجانب الإنساني، تمام. وبالتالي طبقا لهذا النظام فإحنا بنقول إنه الدولة الحامية تقوم بعدة وظائف. نختصر هذه الوظائف بشكل بسيط، بنقول وهي تقديم مساعيها الحميدة في حالة عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقيات. إذا الأطراف اختلفوا على تفسير أي نص من نصوص الاتفاقيات، بنروح للدولة الحامية، والدولة الحامية هي أو الراعية لهذا الموضوع هي التي تقوم بعملية تفسير هذه الاتفاقيات. ودائما التفسير لازم يكون لصالح العمل الإنساني اللي هم لصالح الأسرى مثلا، لصالح المدنيين، لصالح كذا. تقديم وتبادل الترجمة الرسمية للاتفاقيات وكذلك القوانين واللوائح ذات الصلة اللي لها علاقة بالقانون الإنساني. تقديم وتبادل، وهذه هي النقطة المهمة التي على الصعيد العملي، تقديم وتبادل المعلومات حول الجرحى والمرضى والقتلى، تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها. يعني هي بتسهل على إنشاء مناطق اللي هو للعلاج، ومناطق لحصر الأسرى أو مخيمات وضع الأسرى فيها في هذه. عموما لا يمكن حصر كل الوظائف الإنسانية التي تقوم بها الدولة الحامية، لأنها ممكن توفر المأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية وأهم. وبالتالي دائما ينصب عمل الدولة الحامية في عملية التنسيق ما بين الأطراف وعملية الإغاثة لصالح الفئات المحمية ومراقبة تطبيق اتفاقيات القانون. إذن عملها ينحصر في ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى هو التنسيق بين الأطراف، النقطة الثانية هي أعمال الإغاثة لصالح الفئات المحمية، النقطة الثالثة وهي مراقبة تطبيق اتفاقيات اللي هو إيش القانون. ومع ذلك بنقول إنه من الصعب أن نجد هناك دولة محايدة، ومن الصعب أن تكون هذه الدولة المحايدة مقبولة من كل أطراف النزاع. وطبعا أنه كمان إذا وجدت هذه الدولة الحامية فإن عملية الرعاية تتطلب نفقات مالية لا تستطيع الدولة الحامية تحملها، والأمر الذي يؤدي أحيانا إلى أن هذه الدولة تكون في موقف محرج من الناحية السياسية في هذا الموضوع. طبعا تم تطبيق هذا النظام في عدة نزاعات، منها نزاع السويس والأرجنتين والهند والآخري من هذا القبيل. طبعا نتيجة لهذه الصعوبات عدم وجود دولة محايدة، فلابد من اللجوء إلى بديل، وقلنا هذا البديل هو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقبل ما ناخذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قلنا لابد أن احنا ناخذ فكرة عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. طبعا اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بنقول أن القيام بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة منذ القدم. هناك انتهاكات للأسرى، انتهاكات للحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كان هناك دمار شامل للعالم. وبناء على هذا الكلام تم الاتفاق بين الأطراف على ضرورة اختيار لجنة تقوم بعملية متابعة التحقيق في هذه الحروب، وما هي الدول اللي انتهكت هذه المبادئ القانون الدولي الإنساني. وطبعا أي خرق أو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا انتهاك اتفاقيات جنيف والبروتوكول واتفاقيات لاهاي والبروتوكول الأول والبروتوكول الثاني. عموما انه هاي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
هي لجنة تقوم بأعمال قضائية ولكنها ليست جهاز قضائي، بمعنى ليست هي محكمة، هي دائما هيئة دائمة ومحايدة وتتألف من 15 عضو يتم انتخابهم من قبل الأطراف الدول الموجودة في الأمم المتحدة على حسب التمثيل الجغرافي، ويعملون دائما بطريقة مستقلة، وهم عندهم خبرة رفيعة عالية في مجال القانون الدولي الإنساني، ومشهود لهم بالأخلاق في هذا. طبعا من دور هذه اللجنة القيام بتقصي الحقائق في الميدان والبحث عن وسائل الإثبات في الميدان، ومن ثم تعمل تقرير، وطبعا هذا التقرير يجب أن يكون سري ويتم طرحه للدول الأطراف أو الدول المعنية في هذا الموضوع. ولكن للأسف الشديد بنلاحظ أن هذه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لم تمارس أي دور من أعمالها، على الرغم من تم إنشائها من ما يزيد عن 14 سنة. وبنقول ليش أنه هذه لم يتم يعني لم يتم نجاح هذه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق؟ بنقول انه هذه لم تحصل على اعتراف صريح باختصاصها في النظر في الشكاوى من كافة الأطراف المعنية في النزاع، انه الأطراف المعنية في النزاع غير موافقة على اللجنة في هذه الحالة. طبعا فيش دولة تقبل انه يجي من قضاة من غير قضاتها يقوموا بعملية التحقيق في الأمور التي ارتكبتها هذه الدولة، وبالتالي دائما بتعطي دور للقضاء المحلي للقيام بهذا التحقيق. النقطة الثالثة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحقيقة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بمهام المساعدة والحماية، لأنها دائما على اتصال مباشر بالضحايا وبأطراف النزاع من خلال مندوبينها في هذا، وهي دائما تقوم بدور وقائي قبل النزاع، تلفت نظر السلطات المختصة بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتقوم بتلقي هذه الشكاوي والتحقيق فيها. ولكي تنجح هذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي دائما تعمل بحياد، ودائما تعمل بسرية بين أطراف النزاع في هذا الموضوع، وبالتالي لو هي عملت بشكل علني معناته في عندنا يعني ممكن تتعرض إلى المسؤولية من إحدى الأطراف في هذا الموضوع. ولكن إذا كان هناك انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني فيمكن إعلانها في صالح المجتمع وإعلان الأفراد المتضررين أو المهددين، وخصوصا إذا كانوا المندوبين شهود عيان على الانتهاكات، أو أن تكون هذه الانتهاكات قد تم إثباتها من خلال مصادر موثوق لها. وطبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتشرت وموجودة في معظم مناطق النزاع المسلح. هذا القانون الدولي الإنساني لكي يتم احترامه ولابد ويتم استيعابه، فلابد من نشر أحكام هذا القانون ونشر المبادئ اللي بتم على الدول احترامها في هذا الموضوع. وبالتالي لابد ان احنا نتعرف على وسائل نشر القانون الدولي الإنساني. بنقول بيتم نشر القانون الدولي الإنساني من خلال التعليم والنشر، ومن خلال التكوين والإعلام. من خلال التعليم والنشر بيتم اللي هو تدريس مساق القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه في من قبل الدول الأطراف، يعني كل الدول الموجودة في الأمم المتحدة تعمل على نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، وطبعا يقوم بتدريس هذا البرنامج للعسكريين والمدنيين على حد سواء. على تعرف واحنا شفنا انه بتم تدريسه في المدارس الابتدائيه والاعداديه وحتى في الثانويه اصبح يدرس هذا القانون، وبتم تدريسه بخصوص لافراد القوات المسلحه
لما قمنا بعملية تدريب كان كل التدريبات لأفراد القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين المرافقين للقوات المسلحة. طبعا اللي بتولى عملية النشر اللي هو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجمعيات الوطنية المعنية بنشر القانون الدولي الإنساني، وزي اللي هو الجمعية الأهلية للجمعية الدولية للصليب الأحمر، الجمعيات الأهلية، معهد هنري دونان، مراكز حقوق الإنسان، المؤسسات المهتمة في هذا الموضوع. وطبعا بالفعل انه قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ عام 1978 بتطبيق برنامج عمل متكامل لنشر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الحركة تبعته، ونشره في اللي هو أوساط عسكرية وأوساط مدنية. وطبعا أهم شيء أن يتم نشر القانون في الأوساط العسكرية، ليه؟ لأنه في أكاديميات الجيش والمدارس التابعة للشرطة على أساس يستفيدوا من كيف يتولى مهمة الدفاع العام، كيف يتم تغطية التعليم على قانون الدولة الإنساني على في كل مراحل المحاضرات والتدريب على تطبيقه في القاعات وتخطيط العملية والتدريبات. وإحنا لاحظنا أنه كل العمليات العسكرية المفروض يكون فيها مستشار قانوني، ويتم اعتماد هذه الخطط العسكرية من قبل اللي هو المستشار القانوني في، وبالتالي لابد من نشر التعليم، نشر قانون الدولة الإنساني في الوزارات، لدى طلبة الجامعات، طلبة المدارس، للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفي الدوائر الحكومية. وهناك كثير من النصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة أن يكون نشر قانون الدولي الإنساني في حالة السلم وحالة الحرب، وأنه يتم تدريب كمان ليس الموظفين العاديين بل كمان الموظفين الساميين أو الوزراء ووكلاء الوزارات وقيادات الجيش، سواء كان في وزارة الدفاع أو الخارجية أو الداخلية أو العدل والصحة والإعلام والتربية في هذا الموضوع. وبذلك اليوم أصبحت تدرس هذا المسار في الجامعات، يعني هاي احنا موجودين في الجامعات في كلية الحقوق بندرس مساق القانون الدولي الإنساني، وبنشجع عملية البحث العلمي في هذا المجال، ولكي يكون هناك إثراء بالنسبة للطلاب والمكتبات في مجال القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك تم إعداد برامج مدرسية بشكل قصص ورسومات وغيرها لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية، تؤكد على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للإنسان في السلم وفي الحرب، وعلى ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، واحترام ثقافة الحوار والتسامح. ويتولى هذه المهمة الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتي تقوم بنشر القانون الدولي الإنساني في أوساط شرائح المجتمع المختلفة. الإعلام والتكوين، بنقول اليوم يعني أصبحت وسائل الإعلام منتشرة وبتقوم بدور فعال، سواء كانت عبر وسائل الإنترنت أو التلفاز والصحافة والمسرح والسينما والإذاعة، وكلها تعمل على ضرورة تثقيف أفراد المجتمع ونقل الأخبار إليهم وتبادل الأفكار والمعلومات والعمل على محو الأمية في مجال القانون الدولي الإنساني. ويعمل اللي هو من المهم اليوم ترجمة الاتفاقيات الدولية اللي هي اتفاقية جنيف والبروتوكولات إلى اللغات الوطنية، ونشرها في وقت السلم وفي وقت الحرب حتى الكل يستفيد من هذه اللغات. طبعا المستشارين القانونيين لهم دور كبير في تقديم المشورة القانونية للقادة العسكرية،
العسكريين أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة يعني توضيح المبادئ القانونية اللي احنا تكلمنا عنها، مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ اللي هو المعاملة الإنسانية وكيف معاملة الأسرى في هذا الموضوع. وبعضهم لابد أن يكون هناك في توقيع خطي من المستشار القانوني. نكتفي بهذا القدر ونلتقي بعد قليل إن شاء الله لنتناول المسؤولية القانونية الدولية في القانون الدولي الإنساني.